رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يلتزم بإصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة وتقديم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة. الوزراء الجدد في الحكومة يتسلمون مهامهم على رأس القطاعات الوزارية طبقاً للمادة 93 من الدستور. في النشرة أيضاً قرابة 1000 عائلة تستفيد من مساكن جديدة بالجلفة، ومحطات لضخ الماء الشاروب بالعاصمة قبل شهر رمضان المقبل. في نشرتنا كذلك طباعة المصحف الشريف بالجزائر في معرض وطني بقصر الثقافة، وبرنامج ثقافي أو برامج ثقافية وتربوية للأطفال بالبيض تزامناً والعطلة الربيعية. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية، أفاد اليوم بيان لرئاسة الجمهورية أنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته. وأضاف البيان أنه ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة يوم الأحد 28 أفريل 2019. طبقا للمادة 93 من الدستور، وبعد الإعلان أمس عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضم 27 وزيرا، احتفظ 7 منهم بحقائبهم الوزارية، شرع اليوم الوزراء الجدد في استلام مهامهم. المتابعة لنجوى جدي. مراسم تسليم واستلام المهام لوزراء الحكومة الجديدة انطلقت اليوم عبر مختلف القطاعات المعنية، حيث تسلم سليمان إبراهيمي مسؤولية قطاع وزارة العدل بصفته وزيرا للعدل حافظا للأختام. كما شهدت وزارة الطاقة تسلم الوافد الجديد على رأس القطاع محمد عرقاب للمهام. من جانبه قطاع الشؤون الدينية والأوقاف سيسير من قبل الوزير يوسف بالمهدي. وزير التربية الوطنية الجديد عبد الحكيم بالعابد استلم بدوره المهام بحضور إطارات الوزارة. أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد سلمت مهامه للوزير بوزيد الطيب، وهي المسؤولية نفسها التي أسندت لوزيرة الثقافة الجديدة مريم مرداسي، إلى جانب وزير الشباب والرياضة الذي استلم مهام تسيير الوزارة من سابقه اليوم. بدورها ترأست جميلة مازيرت قطاع الصناعة والمناجم، كما تولى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري مهام تسيير القطاع اليوم. من جانبه تقلد اليوم حسن رابحي منصب وزير لقطاع الاتصال ناطقا رسميا للحكومة. الوزير علي حمام تولى حقيبة الموارد المائية، ومصطفى كرابة وزير للأشغال العمومية والنقل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدورها تقلد بها حسن تيجاني هدام منصب وزير للقطاع. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما أمس للسلطات العسكرية بتمنرست، ويتعلق الأمر بكل من بكناوي البشير المدعو أبو طلحة وتنان بوخاني المدعو أبو جبل الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.
في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك والأمن الوطنيين بوهران 3 عناصر دعم للجماعة الإرهابية متورطين في نشاطات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بوهران يوم 26 من شهر مارس، في حين ما تزال عملية البحث والتحري متواصلة. من جهة أخرى، وإثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بأدرار، كشفت مفرزة للجيش مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على ما يلي: رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، رشاش ثقيل من نوع بيكاتي، بندقية رشاشة من نوع أفام بيكا، مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، بندقيتان نصف آليتان من نوع سيمونوف، بندقية تكرارية قذيفة هاون عياري 82 ملم و60 ملم، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات قدرت ب 1318 طلقة و100 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى. إن مثل هذه العمليات النوعية لدليل أو لا دليل قاطع على اليقظة والفعالية وعلى فعالية وحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بوحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تعلم الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج خارج التراب الوطني. وفي هذا الإطار ولضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي، هذا طبقا للمادة 36.1 من قانون الإجراءات الجزائية. في ملف السكن، وفي إطار القضاء على السكنات الهشة، تم أمس ترحيل قرابة 1000 عائلة من حي الزريعة الفوضوي بالجلفة إلى مساكن لائقة. المتابعة لنوال سويلح. حي الزريعة أكبر حي قصدي أرقى عددا من العائلات القاطنة ببلدية الجلفة. اليوم تم ترحيل 952 عائلة إلى سكنات لائقة بالقطب الحضري حي بربيح هواري بومدين. عندنا قريب 13 عام واليوم مفتح ربي، كي جات ساعة الفرج جات. كنت متمنية زوجي العزيز معايا والله قال براح. عنده شهرين فرحة ما كيش ماهيش هي. كنت متمنية يجي معنا فافا بصح ما كان يستنى في ذي الليلة بالدقيقة بالساعة، بصح كي ما كتبلوش المكتوب ما فرحش معنا ذي الليلة فرحة. الفردوس الأعلى إن شاء الله. استنينا 12 سنة وإحنا نستناو، وكعارفة حياة الميزيرية والبؤس وكل الظروف القاسية. الحمد لله يا ربي، اليوم فرج ربي واستفدنا من السكن من 2007، والحمد لله نسيمو في ديارنا وفي اللوجمون تاعنا. والله يحفظكم، والله يستر الوالي، والله يحفظ كاع جماعة محمد ان شاء الله. اللي راه في القائمه دونك يجي للحي المعني، كاين كما يقولوا ان كوا وي نوفا ريسيفوار لي جون، دونك يسي اذا كان راه في القائمه يتفضل يروح لاريجي دونك يخلص، ومن ثم يلقى الناس دي ريبريزونطون دو ديزيني بور سيت لاخر بور سيت اوبيراسيون، ويدوه للبنايه المعنيه ويعطوا له السكن تاعو. هذا الملف اللي كان يعتبر ملف شائك جدا في بلديه الجلفه، واللي هما ينتظروا منذ سنه 2012، دونك تم اليوم باعانه الله وحوله اسكان ترحيل هذا السكان وتهديم جميع الأكواخ المتواجدة على مستوى هذا الحي. للعلم فإن جميع السكان اللي هما يشوفوا روحهم حقوقهم هضمت ولا باش درنا خلية خاصة لتقديم الطعون على مستوى الحي نفسه، دونك يمكنهم التقدم إلى هذه الخلية لتقديم طعونهم التي سوف تدرس في خلال 72 ساعة القادمة. سكنات رعي فيها الطابع العمراني للمنطقة بمرافق ضرورية لضمان العيش الحسن للمستفيدين.
ضمانا لتزويد العاصمة بالماء الشروب دون انقطاع، باشرت شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر منذ 2008 في ترميم وإعادة بناء عدد من محطات الضخ، والتي فاق عددها 100 محطة، منها محطة حيدرة التي ستدخل حيز الخدمة مع حلول شهر رمضان المقبل. جميلة موفق والمزيد. قرابة 10 محطات جديدة لضخ المياه الشروب لولاية الجزائر تم تسليمها بداية من سنة 2019، منها محطة حيدرة التي ستزود كلا من بلديات حيدرة، بئر مراد ريس، بئر خادم، بن عكنون والأبيار. المحطة الجديدة هذه لا كاباسيتي 2000 متر كوب مكعب في الساعة، يعني اون دوبلي، ضاعفنا لو ترانسفير، قدره المحطه. دونك لي ريزرفوار الخزانات يقعدوا دائما مملوئين، لان المحطه انا ضعفنا الكاباسيتي تاعها، وان شاء الله تدخل في حيز العمل قبل شهر رمضان. محطة حيدرة والتي تأخرت الأشغال بها مدة 15 شهرا واجهت مشكلة تأخر استلام المضخات الخمسة من الخارج، ناهيك عن معضلة إيجاد مقاولين لإنجاز مثل هكذا مشروع. الوالدات اللي صراو لنا تاخير فيهم بارابور لي بون بارابور لونتي بيلي ولسو ديمونسيون دو لونتي بيلي، باسكو كان دو فوا 10000، رجعنا ان سول كومبارتيمون دو 20000 متر كوب. المشروع ماهوش في سنه، المشروع ليتود تاعو برك الايتود ممكن تحكم سنتين زيد، باش تروح انت لابيل دوفر ومنا تحكم حوالي تقدر تسنى سنه سنتين. مشروع تاتيلين من 5 سنين وحنا ننتظروا في مؤسسه يعني مؤهله باش تنجز المشروع ما زمناش. وضمن برنامجها الواسع ستنطلق شركة المياه والتطهير للجزائر في مشروع محطة تلملي الجديدة، والتي بدورها ستزود كلا من بلديات باب الواد، وادي قريش، بلوغين والجزائر وسط بالماء الشروب، مشروع ستدوم الأشغال به مدة 35 شهرا. استفاد نحو 100 شاب بولاية تمنراست من دعم الصندوق الوطني للتأمين بهدف إنشاء مشاريعهم الفلاحية الخاصة التي تتلائم وخصوصية هذه الولاية الحدودية. تقول فاطمة زهرة بن فرجل. تربية الدواجن نشاط فضلت مليكة ممارسته بولاية تمنغست، وبفضل دعم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حققت مشروعها الخاص. ومع نفس آلية التشغيل تمكن محمد علي مبروكي من شراء عتاد فلاحي واستغلال البيوت البلاستيكية وتنويع منتوجاته. قرينا في التكوين، هي التكوين المهني. علي قرينا على الدجاج، علي نفس الأخرى نتاعها وكلش، واش كيفاش ماكلتهم كيفاش كلش. أما دوك بقات محببة لنا الفكرة، بعد مشينا للأخر لاكناك، توجهنا شينا المدير مع كل شوجهونا بمليح. لكنك هي الوكالة تاع التأمين على البطالة، هو اللي دعمونا عطونا مونطو تاع 400 مليون قيمة العتاد اللي راهم عطاوه لينا، وانا خرجناه وبدينا نخدمه. من 2018 إلى حد الساعة قمنا بتكفل بما يقارب 100 شاب لا يحملون مؤهلة تثبت يعني الكفاءة نتاعهم. طبعا منهم معينة اللي نشوفها اليوم اللي هي في تخصص الفلاحة، وطبعا ركزنا على هذا الأمر. كما قمنا بمبادرة أخرى اللي هي تخصيص قطع أراضي لهذا المستفيدين من الصندوق. مولودي أحمد شاب اختار نشاط المراقبة التقنية للسيارات، وبفضل الدعم تحقق مشروعه. ما تلقيت أي عراقيل من ناحية الصندوق، وقف معايا ودعمني من ناحية تمويل الأجهزة اللي كما تشوف فيها متوفرة، وبقات إشكاليات بسيطة بالنسبة للربط بالشبكات المياه وغير متوفر، وربط بالشبكات الكهرباء اللي هي أساس. هي مشاريع تحققت بفضل تفعيل العمل الجواري والمراقبة المستمرة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتمنغست، فيما يتطلع أصحابها إلى التوسع والاستفادة أكثر من هذه الآلية.
فلاحيا دائما تجربة رائدة في تربية الأبقار لمستثمر الشاب من ولاية سقهراس، وظف خبرته في تشتيل السلالات المحلية المنتجة للحليب. قصة طموح جسدها فتحي على أرض الواقع، يقول محمد زمولي. لم يحصل على شهادات عليا ولم يحظى بتكوين خاص، لكنه برع في ميدان تربية الأبقار. تمكن فتحي تليلي صاحب 40 عاما من بلدية المشروحة بولاية سقهراس، تمكن وأجاد فن تكثيف السلالة المحلية منذ نعومة أظافره، وهو الأمر النادر، لتحل البركة ويصبح النظر القليل من رؤوس مواشيه إلى فيض من الخير. دي مريت 5 بقرات من في عمري 17 سنة، وأنا قاعد نكافح في الخدمة هذه ونزيد في الإنتاج، نزيد في الإنتاج. ضرك عندي 85 بقرة، قاضي تشتيل من 5 بقرات، ما شريتش حتى بقرة من الخارج، قاعد نشتل من عندي، نربي الأريخي من عندي، يولدوا ونربيهم وقاعدين يكبرون، تمرمد عليهم ونوكلهم ونعلفهم حتى تعود بقرة وتولد وتجيب عجل. مسيرات النجاح والتألق قد تصطدم بمعوقات وعقبات يفرضها الواقع. تحصل فتحي على 2 هكتار في إطار عقود الاستغلال للرعي، لكنها غير كافية نظرا لكثافة الإنتاج، ما أجبره للجوء إلى الأراضي الجبلية التي ترهق قطيعة وتؤثر على منتوج الحليب. أعطيتني الدولة 2 هكتار كريه من عند الغابات، ما عندهم ونجوني البقرة نورمال ما الدور في 0.5 هكتار وحدها، أنا 85 بقرة قاعدة الدور في 2 هكتار، 2 هكتار هندرة قاعدة البقرة الدور في بلاصة واحدة، والإنتاج تاعي عندي 550 حتى 600 تيطرة حليب، وأنا كنت أعطيني الدولة الأرض، أني قادر ندير حتى 200 بقرة، ونخدم ندير حتى 1500 حليب. يأمل هذا المزارع البسيط أن يحظى بلفتة تفتح الأفق أمام طموحه، ويؤكد فتح تليلي في الأخير على أن أي نجاح مفتاحه العزم والإصرار. في إطار جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تطوير البحث العلمي الطبي والرقي بمصالح الصحة العسكرية وتدعيمها بأحدث التجهيزات الطبية من أجل رفع جاهزيتها وعصرنة مختلف الهياكل الطبية الاستشفائية العسكرية من أجل تمكينها من مواكبة مختلف التطورات الحاصلة في الميدان الطبي، لا سيما في مجال زراعة الأعضاء التي تعتبر مجالا طبيا معقدا وبالغ الحساسية. وفي تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي الرائد عبد العالي بن بعطوش بقسنطينة، نجح فريق طبي متعدد الاختصاصات في الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي، التخدير والإنعاش، يوم 31 مارس الماضي نجح في إجراء أول عملية لزراعة الكبد على مستوى المستشفى ذاته، حيث تم نزع جزء من كبد المتبرعة البالغة من العمر 44 سنة وزرعه في جسم أختها البالغة من العمر 35 سنة، حيث تمت العملية الجراحية في ظروف جيدة دون حدوث أي تعقيدات طبية وكللت بالنجاح التام. هذا وأظهر الفريق الطبي التابع للمستشفى بمعية فريق طبي يقوده الأستاذ الخبير في جراحة الكبد عبد الكريم بوجمعة من مستشفى ران الفرنسي، أظهر تنسيقا تاما وتحكما جيدا في تفاصيل هذه العملية الجراحية الصعبة. يأتي نجاح هذه العملية الجراحية الأولى من نوعها على مستوى مصالح الصحة العسكرية والخاصة بزراعة الكبد أو الكبد، لتضاف إلى سلسلة النجاحات الطبية التي حققها المستشفى العسكري الجهوي الجامعي الرائد عبد العالي بن بعطوش بقسنطينة. تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، نظمت اليوم اللجنة الموضوعاتية لرعاية الأطفال بإقامة القضاة ببن عكنون، نظمت يوما تحسيسيا لمرضى التوحد، قصد تسليط الضوء على التكفل بالطفل داخل الأسرة ودور الأولياء والمدرسة في اكتشاف المرض في بداياته.
أول لقاء رسمي لهذه اللجنة الموضوعاتية وين خيّلنا هذا الموضوع وخيّلنا شعار أنه نسلط الضوء على الأولياء، لأنه مهم جدا أنه نتكلم على الأولياء أولا في الاكتشاف المبكر لهذه الاضطرابات اللي قد تصيب الأطفال في سن مبكر، لأنه كل ما اكتشفنا هذا الاضطراب والتوحد عند الأطفال كل ما كان التكفل به يكون أحسن. طائفة من الأخبار الدولية نتابعها مختصرة مع أحلام بهلول. أسفرت فيضانات مفاجئة بعد هطول كثيف للأمطار عن مقتل 35 شخصا خلال 24 ساعة الماضية في شمال وغرب أفغانستان، وتسببت في جرف بعض المنازل وعرقلت الوصول إلى قرى معزولة، فيما تكافح فرق الإغاثة من أجل إيصال المساعدات للمتضررين. اتخذت الحكومة الفنزويلية إجراءات جديدة للحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شلت الحركة في البلاد منذ مطلع مارس الماضي وأدت لمظاهرات احتجاجية. كما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أن حكومته ستطبق خطة لضبط استهلاك الكهرباء لمدة 30 يوما. أحيت الملايين حول العالم السبت الماضي احتفالات بمناسبة ساعة الأرض 2019 التي تنظم سنويا في السبت الأخير من شهر مارس بإطفاء الأنوار لمدة ساعة، قز إثارة انتباه سكان المعمورة إلى ضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغير المناخي. بالعودة إلى أخبارنا الوطنية، افتتحت اليوم بقصر الثقافة مفدي زكريا فعالية وطبعة ثالثة لمعرض تاريخ طباعة المصحف الشريف بالجزائر. المعرض فرصة لتعريف الزوار بتفاصيل ومراحل طباعة المصحف الشريف. يقول إسماعيل بوطيب: الخطاط يكتب المصحف من بدايته إلى نهايته بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه هنا. تمكين الزوار من الاطلاع على المخطوطات والنسخ القديمة للمصاحف وتعريفهم بأبرز خطاط المصاحف في الجزائر هدف الطباعة الثالثة للمعرض. انتقلنا إلى طباعة أول مصحف شريف في الجزائر سنة 1912 المعروف بمصحف رودوسي للخطاط محمد شرادي. بعد ذلك بدينا طباعة المصحف الشريف عن طريق الدولة الجزائرية سنة 1980 اللي هو أول مصحف تطبعه الدولة الجزائرية في الجزائر للخطاط محمد سعيد شريفي بالخط النسخي. المعرض يضم مصاحف مخصصة لفئة المكفوفين مطبوعة بتقنية البراي، ومصاحف تترجم معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية، وأخرى مكتوبة بالخط المشرقي أو الخط المغربي. يعني كل بلد له خصوصيته حتى في الكتابة، وعندنا هنا في المعرض عندنا مصحف كتبه طيب الغلاسي. هذا المصحف كتب كما ذكر في آخر هذا المصحف قال بالخط الجزائري الأصيل، وهو الخط الذي كتب به أجدادنا القرآن الكريم. المعرض يعد فضاء للأطفال لممارسة وتلقين مبادئ وأساسيات الكتابة بالخط العربي والرسم العثماني. وتحت الشعار قراءة تميز وإبداع، نظمت مديرية الثقافة لولاية البيض الطبعة التاسعة لمهرجان القراءة في احتفال التي تتزامن مع العطلة الربيعية. المتابعة لزهير بطاش. دار الثقافة لولاية البيض أصبحت القبلة المفضلة لدى أطفال المنطقة خلال هذه العطلة الربيعية، أين وجدوا فضاء للقراءة الترفيه والمتعة. أنا فرحانة كي داير هذا النشاط الترفيهي والألعاب الجميلة، جيت باش نطالع ونقرأ ونستفيد من الكتب، وراني فرحانة كي داروا هذه الأنشطة وأنا كمان تغيبش كي ديروها في دار الثقافة. تعلموا القراءة وتعلموا الرسم باش نتلاقى مع صحاباتي ونلعبوا. جيت هنا نرسم ونتعلم مع صحاباتي نتلاقى معاهم نفرحوا. جيت ولد خويا هنايا لدار الثقافة داروا حاجة مليحة باش يزيد يتثقف ويتعرف مع الأطفال
ويزيد يحسن المستوى الدراسي تاعه. نشاطات عدة برمجت كلها تصب في تنمية المهارات الفكرية للطفل بين مطالعة رسم وفنون إلقاء مسرحية في فضاء اتسع لكل المواهب. هذا النشاط المتضمن 10 ورشات وكذا عروض مسرحية بهلوانية وكلها تصب في مجال القراءة والمقرؤية وكيف نحفز الطفل على وتحبيبه للقراءة. تبقى المنشآت الثقافية لولاية البيض فضاء لاستقبال الأطفال خلال عطلتهم الربيعية ومكانا مثاليا لتجديد طاقتهم استعدادا للدخول المدرسي. نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يلتزم بإصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير المؤسسات أو مؤسسات الدولة وتقديم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة. الوزراء الجدد في الحكومة يتسلمون مهامهم على رأس القطاعات الوزارية طبقاً للمادة 93 من الدستور. تابعنا كذلك قرابة 1000 عائلة تستفيد من مساكن جديدة بالجلفة ومحطات لضخ الماء الشروب بالعاصمة قبل شهر رمضان المقبل. تابعنا أيضا طباعة المصحف الشريف بالجزائر في معرض وطني بقصر الثقافة. وبرامج ثقافية وتربوية للأطفال بالبيض تزامنا وعطلة أو العطلة الربيعية. هذه الأخبار وأخرى تجدونها على مواقعنا على النت. شكرا لكم والسلام عليكم.